يصنف العود الدمشقي من بين أكثر الأعواد شهرة وجودة في أوساط المهتمين بالموسيقى العربية، ولا سيما أن سوريا كانت مهدا له منذ العصور القديمة، حيث عثر على نقوش حجرية في الشمال السوري تعود إلى 5000 عام تمثل نساء يقمن بالعزف عليه. كمان نحن عنا العود هو يؤرخ عالميا كصنعة دمشقية بحتة. بدايات ظهور العود عندنا بالشام كآلة متناسقة بالعمل والجودة والقياسات هي كانت لعائلة آل نحات بدايات 1880 تقريبا. هلا استمروا العائلة 1960 بإنتاج الأعواد. أعواد امتازت بكثير من الدقة، بالمتانة، بالجودة، بنظافة العمل تبعهم هن كصناع، وتكرموا عالميا، طوروا، دخلوا عليه الموزايك، دخلوا عليه الزخارف الدمشقية، وحاليا اهم عازفين العالم بيحاولوا يقتنوا من نوعيه من هي الاعواد. اعواد دقه عاليه بالصناعه، اخشاب مستخدمه بطريقه كثير جيده. فينا نقول في منافسين، ولكن في شيء اسمه اصاله وعراقه. الاصاله والعراقه تقول احنا عود دمشقي بال 1880 ما بعتقد في حدا بيقدر يقدم لنا شيء بهالجوده وصل معنا لليوم. فمبسوط انه في اعواد قديمه، يعني ارث سوري حضاري، وفي اعواد كمان لمصنعين اخرين ضمن هذا المعرض. انا جاي اليوم لحتى اشوف هذه التحف، فهذا شيء كثير عظيم، واعواد ذات قيمه تراثيه وذات قيمه فنيه ايضا، لانه اصواتها وتفاصيل صناعتها كثير لها علاقه بالتفاصيل بتقاليد الصناعه الموسيقيه الدمشقيه او السوريه عموما.